شو لازم أعمل؟ أمي بحاجة لإلي هلأ، لازم روح لعندها. شو بدي أعمل يا ربي؟ دخيلكن اتركوني روح، دخيلكن بدي شوف أمي، دخيلكن دخيلكن. ولك هاي أمي، الله يخليكم، بدي شوف أمي. حرام أمي. عمران بيك، فينا نحكي بعدين؟ ماشي. خير رفيف؟ عمران بيك، أمي نقلينا على المستشفى. لا تواخذني، لو ما له موضوع مهم ومستعجل ما كنت بتصل بحضرتك، بس أنا لازم روح لعند أمي، هي محتاجتني وأكيد تعبانة كتير. أهدي شوي، خليني أفهم. عمران بيك، شفتها بمنامي، شفتها تعبانة وأخدينا على المستشفى، ونزلت خبرت نعمت خان وطلع عندها خبر، بس هي مخبية عني هالشي، قال ما خبرتني مشان الجنين، وهلأ حافسيني بالأوضة وما عم يسمحوا لي روح لأي مكان. تمام، انتظري رح شوف. يا ربي شوفها وما يصير لها شيء، دخيلك يا ربي ما يصير لها شيء، دخيلك. وين رفيف؟ قاعدة فوق بغرفتها. هلأ ناقلين أمها على المستشفى وأنتو ما سمحتوا لها تروح تشوفها؟ لحقت وخبرتك باللي صار معها؟ أمي ما بيصير اللي عم تعملوه، البنت كانت عم تبكي، ليش لحتى تمنعوها تروح؟ كنت رح أسمح لها، بس الطريقة اللي حكت فيها معي أجبرتني إنه ما خليها تروح، بلشت تصرخ وتعيط مثل المجنونة. إيه عمران، كانت قليلة أدب. إما منقولة على المستشفى وأنتو مالكن مخبرينا، طبيعي كتير إنها تعمل هيك. أنت ما عم تفكر بابننا عمران؟ كل اللي بيهمك راحتها هي، وبركي صار له شي لابنك. وأنا حكيت مع المحامي ابني، إمها صارت منيحة، وضعها ما بيخوف، بكرة بتشوفها وبتكون تحسنت. من إمتى في جوات قلبكن كل هالقسوة؟ البنت مشغول بالها على أمها وبدها تروح تشوفها، ما فيكن تحبسوها. وما رح خليها تروح. ما في أي حدا بالعالم بيقدر يمنعها، إذا بدها تشوف أما بتشوفها وبس. يلا جاهزي حالك، رح نروح. أنا جاهزة من الصباح. شفتي شو عملت؟ فوراً اتصلت بعمران، الله أعلم شو بتكون حكيت له عنا. عمران لحظة جاية معكم. ما في لزوم. أمي هدول لوين راحوا؟ عمران أخذ رفيف لتشوف أمها بالمستشفى. إيه خليل بالبيت، ليش ما وصلها؟ وشو دخلك أنتي؟ لا تخلي فضولك يتحرك وتهلكي حالك على الفاضي، لا تحشري مناخيرك بكل شي لك بنتي. أنا بشو حشرت مناخيري؟ عمران بيك، أنا شو ما عملت ما بقدر أشكرك. رفيف ما في داعي للشكر، بس بدي اياكي ما تزعلي من اهلي. خبريني شو صار معه. انا ما بعرف شيء، قال تعبت كثير امبارح المساء ونقلوها على المستشفى. خلص لا تخافي،
هلا رح اتصل بالمحامي وافهم منه. الو كمال بيك، انا ورفيف جايين على المستشفى بعد شوي، طمني شو وضع امه. لازم تفهمي كلامي منيح. هذا الطريق اخرته وخيمه، وكل عائله يوروقان ما في شي بيهمهم غير مصلحتهم وبس. مستحيل. بعد ما ياخذوا اللي بدهم اياه رح يزتوا بنتك بالشوارع. ووقتها شو رح يصير فيها؟ لحالك بتعرفي اخرتها، تخيلي انت. كمال بيك، امي وينها؟ كيف وضعها؟ طمني، نايمة جوا. رفيف خانم، الوالدة امبارح المساء تعرضت لانهيار عصبي، عطوها شوية مهدئات وهلأ تحسنت. فيني شوفها؟ طبعا، بس خمس دقايق مو أكتر. حضرة المحامي، تفضل. امي انت منيحة؟ سلامة قلبك خالي. ممكن تتركنا شوي لحالنا عمران بيك؟ طيب، مستني برا. أمي احكي لي شو صاير معك؟ في أي مشاكل بالحبس؟ ليش كذبتي علي يا رفيف؟ أنا بشو كذبت؟ مصاريف المحامي من وين جبتيهم؟ أمي أنا ما قلت لك نعمت خانم هي اللي دفعت كل شيء؟ شو المناسبة؟ ما حدا بيساعد حدا بهالزمن من غير مقابل. أمي رفيف بعتي حالك كرمال المصاري؟ أنا مو هيك ربيتك. أمي شو عم تقولي أنت؟ صرتي اللعبة بين إيدين عيلة يوروقان؟ أمي هذا الحكي مو مزبوط. يا ريت مدت بالحبس وما سمعت يلي عم تعملي. يا عيب الشوم عليكي، أنا هلأ عرفت أني طول هالسنين ما كنت عرفاني ربيك منيح. ما عاد بدي شوفك بنوب. أمي حبيبتي صدقيني ما عملت شي، يمين بالله أنا بعمري ما عملت شي غلط ولا فكر أعمله. لا تلمسيني، كان عندي بنت وماتت، ومن اليوم ورايح ما عاد بدي شوفك ولا حتى بدي قرش منك بنوب. أمي بوس إيدك لا تظلميني، اسمعيني أنا ماني عاملة شي بنوب. لو سمحتي ممكن تطلعي هالبنت لبرا؟ أنا ما عاد بدي أحكي معها شي. أمي 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 بس اسمعيني شوي. أمي اسمعيني. طمن على عمرك، وضع مانو خطير. رفيف؟ رفيف انت منيحة؟ شو الموضوع رفيف؟ احكي لي شو صاير؟ رفيف؟ رفيف؟ دكتور؟ دكتور؟